أقسام السور. در قرآن عظيم الشان يكسد چارده سوره كي داريم اي تقسيم بندي شده. علماء را بچار قسم بزرگ تقسيم کرده. اولا الطوال، ثانيا المئين، ثالثا المثاني، رابعا المفصل. طوال كدوم سوره اس؟ السبع الطوال. هف سوره القران الكريم را طوال مفتميشه. سوره البقره، آل عمران، النساء، المائده، الانعام، الاعراف. شش سوري. ودر سوري هفتم از یک بیشتر قول است. بعضی گفتن که هفتمش انفال است، بعضی ها گفتن که نی براءه است، بعضی ها گفتن که هفتمش سوره یونس است. به هر حال هفت سوره، این سوره ها را السبع طوال نامیده میشه. المئون هي السور التي تزيد آياتها على 100 آية أو تقاربها. كي مئون أن سورة هاي أسكي آياتش السد آيات بشتر يا بون نزديك تر ميباش بسد نزديك ميباش. المثاني هي السور التي تلي المئين في عدد الآيات. يك تعريفي مثانيين اسكي و سورة هاي اسكي تعداد آياتش بعد مئون اس، يعني بون نزديك تركي اس. وإمام فرامي فرمايا مثاني هي السور التي آيها أقل من 100 آية که آیات او از 100 آیات کم باشه. و المفصل هو اواخر القرآن. مفصل سوره های آخرین قرآن اس. و صحیح ترین قول این اس که از اول سوره حجرات تا آخر سوره ناس ای کل سوره ها سوره مفصل است. و ایره مفصل چرا میگوین؟ علما فرمودن لکثرت الفصل بین سوره بالبسمله، بخاطر که سوره ها خرد است و بعد از هر سوره فصل می آید با بسم الله الرحمن الرحیم. وبعضها فرمودا لقلة المنسوخ من مخاطر كدي نسخ بسير كم وارد شودا. بعضي مفصل بس بخش تقسيم المفصل الطوال، المفصل الأوسط، المفصل القصار. قصار المفصل، أوساط المفصل، طوال المفصل. طوال مفصل از اول سوره حجرات تا سوره بروج است. أوساط مفصل از اول سوره والسماء والطارق تا سوره البينة است، لم يكن الذين كفروا. وقصار مفصل از سوره زلزال تا سوره الناس است. ای تقسیم دیگری از تقسیمات سوره های قرآن کریم. موضوع دیگری که سر قابل بحث است و این است که ترتیب سوره های قرآن کریم، ترتیب موجوده سوره های قرآن کریم ای توقیفی است یا اجتهادی است، یا کدام قول دیگری در این مورد موجود است.
دي سي نظر سي مذهب وسي قول موجود بس. أما القول الأول أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك باجتهاد من الصحابة. وي قول نسبة دميشا لإمام مالك قاضي أبو بكر و بعض علماء دیگر هنا میگوین کہ یہ ترتیب را صحابہ کرام دادن ادھر اول سورہ فاتحہ ماندن بعد از سورہ بقرہ بعد از آل عمران و یہ ترتیب و در اخیر سورہ فلق و ناس بئی ترتیب بئی نظرشان اونا استدلال میکنه به این که ان مصاحف الصحابه كانت مختلفه في ترتيب السور قبل ان يجمع القران في عهد عثمان، فلو كان هذا الترتيب توقيفيا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لهم ان يتجاوزوا ذلك الترتيب ويختلفوا فيه. يعني أولين استدلال هنا إن اسكي مصاحف الصحابة بيش جمع حضرت عثمان رضي الله عنه ترتيب متفاوت داشتن. اگر اي امر توقيفي ميبود ترتيب مصاحف صحابة كرام مختلف نميبودن بلکه بامو ترتيب ميبود. دليل دومشان این است که ابن اشتا در مصاحف یک قول را ذکر کرده که حضرت عثمان رضی الله عنه به اونا امر کردن که ان یتابعوا الطوال، فجعل سورة الانفال و سورة التوبة في السبع ولم يفصل أو لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. إشارة بامو قول إشارة أسكي عبد الله بن عباس رضي الله عنه مي فرمايا قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى البقرة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سط بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السور الطوال. لكن قول قابل مناقشة أس ودلائل شهم قابل مناقشة أس يبوس بسون ميايا. أولين مختصر خو إيكي اختلاف صحابة الترتيب إي در ترتيب مصحف كمصاحف شان بايك ترتيب نبودن. جواب شان إي نسكي بيش أزيكي توقيف را در إي درک کنن.
و بعد از کی فهمیدن کی ترتیب این است باز به او تقید کردن و دلائل کی اونا گفتن دلیل دوم بأنه خاص بمحل وروده وهو سورة الأنفال والتوبة ويونس فلا يصح أن يصاغ منه حكم عام على القرآن كله مختصر أما القول الثاني أن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم كترتيب الآيات وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر منه صلى الله عليه وسلم واستدل أصحاب الرأي أصحاب هذا الرأي وهذا القول بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه ولم يخالف منهم أحد وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم لكنهم لم يتمسكوا بها بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم وعدلوا عن مصاحفهم بل وأحرقوها ورجعوا إلى مصحف عثمان وترتيبه جميعا ثم ساقوا روايات لمذهبهم كأدلة يستند إليها الإجماع من هذه الأدلة عن حذيفة الثقفي قال كنت في الوفد الذي أسلم من ثقيف إلى أن قال فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزب 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 وحزب المفصل من قاف حتى نختم قالوا فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بأن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب ولو كان الأمر بالاجتهاد للوحظ مكان هذا التجانس والتماثل دائما لكن ذلك لم يكن بدليل أن السور المسبحات لم ترتب على التوالي بينما هي متماثلة في افتتاح كل منها بتسبيح الله بل فصل بين سورها بسورة قد سمع والممتحنة والمنافقون وبدليل أن طاسين ميم الشعراء وطاسين ميم القصص لم يتعاقبا مع تماثلهما بل فصل بينهما بسورة أقصر منها وهي طاسين ويقول أبو بكر الأنباري منتصرا لهذا لهذا القول أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24 سنة فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستقبل ويقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآيات والحروف
كله من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قدم سورة أو أخرها أفسد نظم القرآن. أخرج ابن أشت في كتاب المصاحف عن طريق ابن وهب عن سليمان بن هلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد أنزل قبلهما 84 سورة بمكة وإنما أنزلت بالمدينة؟ فقال: قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه به، إلى أن قال: فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. أما القول الثالث فهو أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب بعضها الآخر كان باجتهاد من الصحابة. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض العلماء. ورد في هذا بعض الأدلة، فقال قاضي أبو محمد ابن عطية: إن كثيرا من السور قد علم ترتيبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأما ما سوى ذلك فيمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. وقال أبو جعفر ابن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية، ويبقى فيها قليل يمكن أن يجري فيها الخلاف، كقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهراوي، البقرة، وآل عمران، وكحديث سعيد بن خالد: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعة واحدة. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي هذا المصنف أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة. وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلاد. ويقول الإمام السيوطي أن ما ذهب إليه البيهقي ينشرح له الصدر، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براء والأنفال. على كل حال، الذي يجب على الجميع هو ترتيب هذا المصحف، سواء أكان توقيفيا أم اجتهاديا، أم كان بعضه توقيفيا وبعضه اجتهادي، لأنه قد تم إجماع الصحابة والإجماع حجة، ولأن خلافه يجر إلى الفتنة، ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجب. أما الترتيب السور في التلاوة فليس بواجب، إنما هو مندوب، كما يقول الإمام النووي في التبيان. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، ف
فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، سواء أقرأ في الصلاة أم في غيرها. حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. وقال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة صبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. وورد عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، لأنه يذهب بعد ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات.